بغي نشكر من اللي يشكر الله الى يشكر الناس، نشكر سعيد نفاء اللي كتب هذا السيناريو الجميل ديال السر القديم، امين منى اللي حط لا فيزيون الاخراجيه ديالو، شركه الاغلال، شركه انتاج اغلال برود بلوتو، والشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه كذلك اللي كتثق في الشباب وكتراهن عليهم. شخصيتي ديال بسبوسه هي شخصيه نقدر نقول لك جبتها من الواقع، جميع الان يعرف انني انا ولدت بسلطان، وسمي ديال بسبوسه في الاول ما كان سميتو بسبوسه، كانت عنده كان سميتو يونس، وانا اقترحت على المخرج ولا سعيد باش نسميوه بسبوسه، لان بسبوسه هو واحد دربنا، واحد السيد ولد دربنا، حتى هو كان قبيح وداك الشيء، وكان سميتو بسبوسه. وهاد بسبوسه هادي سا كروزي ان بو في لا ميموار ديالي وانا بعيد غير صغير، وقلت واقيلا تقدر تكروزي عند المشاهد المغربي، داكشي علاش سميناه بسبوسه. وثق فيا سعيد وامين منى وسماو هاد لوغول هذا. وبسبوسه هي شخصيه واقعيه ديال الشباب المغربي، ان بيرسوناج اللي باغي يوصل بالزربه، اللي باغي يوصل زعما بلا ما يقابل، بلا ما يخدم، بلا حتى شي حاجه. وهو شخصيه نيجاتيف، سي ان انتاغونيست، سي با فري انتاغونيست بحال الحنديره، لانه الحنديره فريمون انسان خايب. هو بسبوسه شاب اللي باغي يوصل بالزربه، باغي يدخل العاقه كما كنقولوا، باغي يمشي بعيد بلا ما يدير حتى شي حاجه. وهاد الطريق هادي السهله ولا هاد لوغاكورسي هذا، هو في الاخير ما كيجبد على الصداع، والمشاهد المغربي غادي يكتشف في الاخر السيروغ ديال الشخصيه ديال بسبوسه اللي غادي يوقعوا ليه احداث باش ما نحرقش المسلسل. حنا اليوم في الحلقه 26 ما بقى والو، توصل الحلقه 30 وتكون النهايه، دونك ملي كتبداها خيبه كتساليها خيبه. هادشي نقدر نقول على بسبوسه. نقدر نقول ان السر القديم هو انطلاقه حقيقيه لجلال قريوه. انا وقعت لي واحد الحاجه في حياتي، هو انه وهادي كتاثر فيا بزاف، الواقع سبق الحلم ديالي، لاني انا في عمري 20 عام ديك الساعه جاني فيلم فرنسي سميتو امين، هذاك الفيلم ديال المخرج كبير في العالم اللي هو فيليب فوكون، ومثلت مع جوج ديال النجوم كبار في العالم، ايمانويل ديفوس ومصطفى مبانكي، ودرت به مهرجان كان، درت به مهرجان كان في 2018، وتلاقيت مع ريمي كاسيو احد اكبر الاعلاميين في العالم اللي كيعطي واحد الجائزه خاصه هي جائزه الموهبه الشابه، وكان عطى لي في 2018 في مهرجان كان الدولي. وانا نقول مع راسي واقيلا شي بعض المرات الواقع كيسبق الحلم، يعني مشيت كثر من وقتي واحد اللحظه، يعني اون 2018 كنت في واقيلا الريهان وانني نبان في المغرب، فاذا بي كنلقى مهرجان كان الدولي وتكرمت تما وجاتني شي حاجه كبيره، ولكن كانت كتبقى فرنسا وداك الشيء، فهمتيني، انا ولد المغرب. واليوم جا السر القديم، وفعلا كانت هو انطلاقه حقيقيه، لان التفاعل ديال الجمهور المغربي احسن تفاعل يمكن اللي يوقع لك، ويتفاعلوا معك الناس ولاد بلادك، لان ملي كنت في فرنسا عايش تما كيتفاعلوا معايا الكور، ما كنحسش بها مزيان، مي كنحس بهاد ولا التراب ديالي، فهمتيني، حيت انا اللي تفاعلوا معايا ولا الدرب سلطان ولا الدرب، سا مو في بليزير، كتقيسني من الداخل، حسن ما يتفاعلوا معايا فرنسا ولا امريكان ولا شحال ما بغى يكون، لان واحد مغربي كيشجعك كتقيسني ديال بصح. دونك السر قديم كنعتبرو انطلاقه حقيقيه ديالي في المسار، وكنشكر كاع الناس اللي شجعوني، وانا ولد الشعب، وشكرا لكم بزاف. والشخصيه ديال بسبوسه كما سبقت وقلت هي كاينه شريحه في المجتمع بغينا ولا كرهنا، حنا الناس كنبغيو هذا الوطن هذا، وكنقولوا اللي فيه ما له وما عليه، كاينين الناس في المجتمع مشرملين باغيين يوصلوا بالزربه، سواء عن طريق السرقه، سواء عن طريق الكريساج، سواء عن طريق جو سي با كو النصب والاحتيال ولا هذه المسائل كامله، يعني وصلنا وحطينا في الصوره الشخصيه اللي هي بسبوسه كتمثل هذه الفئه من المجتمع هذا. ولكن كنرجع وكنقول ان لافان غتكون صعيبه ديال بسبوسه، يعني النهايه ديالو ما غتكون زوينه، اللي كيبدا خيب كيسالي خيب، ياك، وضروري اي حاجه عندها عقاب ديالها، ياك، دونك تلعب ان بيرسوناج اونتاغونيست، وانت انسان زويوان وضريف وداك الشيء، هو ما كانش بالسهل، مي تحديت راسي باش نكونوا مرآة ديال هاد لا سوسيتي، ومرآة ديال هاد لا جونيس هادي الخايبه اللي باغا توصل بالزربه وباغا دير فلوس بالزربه. دونك كنظن على انه يعني السر القديم هو كان مرآة ديال المجتمع وجميع الطبقات، ماشي عن مشرملين، حنا كنا مرآة ديال صحاب الفلوس، ديال الطبقه المتوسطه، ديال الناس اللي باغا تخدم، ديال العمال، ديال المجتمع كامل.